مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الميدان، ونبدأها معكم اليوم من هذا الدرج وهذا السلم الذي يصعد إلى قلعة القاهرة الشامخة هنا في محافظة تعز الحالمة. حلقة جديدة من الميدان برعاية الشركة العربية اليمنية للإسمنت، وفقرات متنوعة وأسئلة نبحث عن إجاباتها منكم أنتم ولمن يتابعنا في الميدان. نسعد دوما بملاحظاتكم ومقترحاتكم، وهذا طاقم الميدان في البدء يحييكم من تعز، أهلا بكم. من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ وفي أسواق حورة هنا طبعا نسأل عن هذا السؤال، كيف حالكم؟ الحمد لله مبسوطين. كيفكم مع حورة؟ والله نقن ما شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم. عجل. طيب معالك سؤال، إذا أجبت ممكن تحصل 30 واحد أنا ولا ندى؟ هذا سؤال لك وبعدين لحالك. سؤال يقول: من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ من هم الذين يأكلون في بطونهم نار؟ يأكلون الصدقات ويأكلون إيش من صدق؟ لا، في أي بينت ذلك ووضحته. كيف أحوالكم؟ طيبين الحمد لله. معانا لكم سؤال بسيط، من يجيب عليه يحصل على 30,000. كيف معلوماتكم دينية رياضية ثقافية؟ والله مخلط، الله ديني رياضي ما عندك أي مشكلة. ما شاء الله تمشون فل. والله إن شاء الله. طيب هذا سؤال أولا دين، لأن رمضان كريم. سؤال ديني يقول: من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا؟ في آية تذكر لي الآية أو السورة تعرفها؟ المنافقين. ها؟ المنافقين. ليش المنافقين؟ إيش يسوون هذا؟ الذين يعصون الله. من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا؟ إيش قلت أنت؟ المنافقين. ليش المنافقين؟ اللي ينفقون على الحين المنافقين وينفقون. من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا؟ من هم؟ المنافقين. كيف؟ ليش المنافقين؟ على المنكر. كيف المنكر؟ يعني شيء تنكر. من هم الذين يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ يجوب عليه أصحاب الربا، اللي يتعاملون بالربا. كيف يتعاملون بالربا؟ عندك معلومة بس رتب المعلومة أو استوضحها. أهلا عجل. شكله واثق إنك بتجوب. منهم هؤلاء بحسب نص الآية، إذا جبت الآية ممكن تجيب إجابة نموذجية. عندك؟ ويقول لك الصدقات وأنت تقول الربا، إيش منهم الصح؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. متأكد؟ إن شاء الله. حافظ آية ولا إيش؟ الآية مربوش ربوش. إيش من سورة هذه؟ ما أذكرها أنا تقريبا. إذا من هم هؤلاء؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. الذين يأكلون أموال اليتامى. إجابة صحيحة قال. إجابة صحيحة قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم. بس أنت قبلت تقول الربا. التبس عندي. التبس بس حافظ الآية يبدو إنه. إن شاء الله. لكنها آية كريمة يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرة. سعيرة وإجابة صحيحة ونموذجية، وبالتالي يحصل معنا على 30,000 ريال من الشركة. 30,000 ريال هنا في سوق حورة وفي قلب حورة، مديرية حورة. 30,000 ريال من الشركة العربية اليمنية للإسمنت. ألف مبروك عليك أستاذ. من؟ أبو بكر باوزية. أستاذ أبو بكر باوزية درس إسلامية ولا؟ لا درس لغة عربية. لغة عربية. لغة عربية. درس درس جميل. طيب لكم هذا 30,000 ريال مبروك عليك أستاذ. أبو بكر باوزير. الأستاذ أبو بكر باوزير في حورة، 30,000 ريال مبروك عليك. أيضا باقي نعطي له هدية. فيه يا أولي البس. كيف؟ صاحبي هو يا مرة. وهذه أيضا هدية رمضانية من إسمنت حضرموت والشركة العربية اليمنية الإسمنت. ألف مبروك عليك. كل عام.
سؤال الموسوعة الشعبية لهذه الحلقة يقول: أين يقع حصن الركة؟ من رحاب في دوعن معانا سؤال، سؤال بسيط. السؤال يقول: أين يقع حصن الركة؟ حصن الركة في حضرموت. هو في حضرموت. وين في حضرموت؟ قدامكم في حورة ولا في دوعن؟ في حورة. فين؟ في حورة. عندك معلومات؟ والله ان شاء الله ربنا وفقنا، يعني توفيق. يعني كنت زرت حوره انت؟ أيوة. فيها مجموعه حصون. ايوه. ومن ضمنها حصن الركاه. حصن الركاه هو اجابه صحيحه. قالوا وين؟ في حوره. حصن الركاه طبعا حصن شهير ومعروف، من الحصون القديمه جدا، ايضا ما تزال طبعا اثاره موجوده في منطقه حوره. حوره في منطقه حوره. واجابه صحيحه من اخوه ما شاء الله على الطريق. من وين قلتوا؟ من رحاب. من رحاب. وين رايحين؟ رايحين رحاب الان. الان ما تريدوا حوره؟ لا لا اريد. بس من وين جيتوا الان؟ من جينا من حصن باسعد. حصن باسعد. وسؤالنا كان عن الحصن. ايوه حصن. جيتوا من ليس؟ ما شاء الله. بس ايش ايش على البعير هذا؟ يعني تحطبوا ولا؟ لا لا نحطب عشية، غلق زمان احنا اشتريناه. عاد ما شاء الله جديد اشتريته. ايوه. اجابه صحيحه للاخوين. ما اسمك يا عبد الله؟ محمد بامرضاح. عبد الله محمد بامرضاح. عمر سعيد باسلوم. عمر سعيد باسلوم. ايش يعني؟ يعني اصحاب ولا؟ والله من نتقابل في قبيله واحده اخر. عبد الله يعني بامرضاح. عبد الله بامرضاح. عمر باسلوم. وعمر باسلوم. و30 الف ريال من الشركه العربيه اليمنيه للاسمنت هنا في دوعن، وهم ايضا من رحاب، وتستاهلوا 30 الف ريال بينكم. مبروك عليكم. استلمها بس ايضا معه. استلمها معه. مبروك. بس باقي ايضا لكم هذه الهديه رمضانيه طبعا لرمضان كريم من اسمنت العربيه والشركه العربيه اليمنيه للاسمنت وقناه حضرموت. في أسواق حورة ومدينة حورة معنا في فقرة ميدان الطفولة اليوم، معنا مجموعة من الأمورات والزهرات الصغيرات. اسمك من؟ هبة محمد أحمد الجارو. هبة الجارو. وأنتي؟ سمية عبد الله صالح لقذوف. سمية لقذوف من حورة كلك. أنت من حورة؟ وأنتي؟ حورة. وذي الأمورة الصغيرة؟ نور عبد الله خميس بن سعدان. نور بن سعدان. وأنتي أختها أكيد صح؟ ولا بنت عمها؟ أختي. أختش. اسمك من؟ علي عبد الله حميد بن سعادة. ما شاء الله عليك. أمورات وصغيرات معها أناشيد على رمضان، ورمضان طبعا الآن كريم. كيف تحبوا رمضان؟ إيه؟ رمضان ولا شوال؟ أحب رمضان. رمضان ولا العيد؟ رمضان. أفضل من العيد. طيب هذه معها أنشود على رمضان، نسمع أنشود على رمضان وهي أمورة صغيرة. نورت يا رمضان محلى ليالك، في غيبتك ضمآن مشتاق لك واسأل. ممتاز. اسمع لها التحية، اعطوا لها كذا التحية، رقصوا لها. وانت ايش معك من المشاركة؟ الفجر بنبدأ بصيام، نفطر لما الشمس تغيب. رمضان ومحلى أيام، رمضان الشهر الحبيب. قولي قولي مثلي. حوش خميس خس الحوشان. حوش خميس قص الحوشان. حوش خميس. ممتاز. قابلي كذا الكاميرا عشان تشوفك ماما وبابا. قولي حوش خميس قص الحوشان. حوش خميس حسان. ممتاز. اعطوا لها تحية. حوش حوش خميس قص الحوشان. قص الحوشان. حوش خميس قص الحوشان. حوش خميس من حوشان. حوش خميس قص الحوش. سريعة بس سريعة. حوش خميس قص الحوشان. حوش خميس خص الحوش. حوش خميس خص الحوشان. خص الحوش. حوش خميس خص بسرعه. حوش خميس خش الخس. اسمع لهم تحيه بس الامورات والصغيرات. اسمع تحيه والشركه العربيه اليمني الاسمنت هنا في مديريه حوره. نعطي لها ايضا جوائز ومبالغ ماليه لان امورات وصغيرات، وان شاء الله تساعد ماما وبابا في رمضان. تساعدونهم ولا ما تساعدهم؟ ولا لما تقول لك تعالي تهرب من الباب الثاني صح؟ والصباح ما تنام وتزعجوهم صح؟ يلعبوا العاب الصباح صح؟ اعطي لهم هذه الهدايا الرمضانيه هنا لكل الامورات. هذه هدايا من برنامج الميدان، وكل عام وانتم بخير وكل عام.
بحارات شب، واسالكم سؤال ممكن توصل الى 50,000، اين توجد اعلى نقطه او اعلى قمه واخفض نقطه في العالم؟ ومن اللي اكتشفها؟ فين توجد هذه؟ من دي من دي. في الهند. في الهند. ايش اسمها؟ الهمالايا. من اكتشفها؟ اكتشف ما ادري. واخفض نقطه والله. انت ايش قلت؟ لمنيه. تعال تعال، اعلى نقطه واخفض نقطه. في تريم سؤال حول العالم، هذا سؤال نطوف به وأسئلة من مختلف دول العالم، إذا أجبت سؤال تصاعدي بعشر ألف، ولكن خمس أسئلة توصل إلى 50,000، كيف معلوماتك؟ والله هد شي ثقافة. لا بأس لا بأس. إيش من ثقافة اللي عندك خلفية فيها؟ رياضية، شعبية، تراثية؟ رياضية. ترياضي؟ لا أنا رياضي، إلا رياضيات يعني. ما رياضية. ما رياضيات. طيب من تريم؟ من تريم. نعم من تريم. سؤالنا يقول ما هي أخفض نقطة وأرفع نقطة في الكرة الأرضية؟ السؤال سهل ده مش صعب. أخفض نقطة في الأرض في الكرة الأرضية وأعلى نقطة وأعلى قمة. قمة الهملايا ولا جبال الهملايا؟ فين؟ في قمة، هذه في جبال الهملايا في قمة لها اسم معين. شوف ركز بس، ولازم تجيب برضو أخفض نقطة له. إذا ماشي بحول لكم. والله هذه النقطة قربت أنت، لكن اسمها إيش؟ لحظة أجيب نقطة. إيش هي؟ ما أنا عارف يعني. وأخفض نقطة فلسطين ولا أدنى الأرض ولا؟ أيوة فين أدنى الأرض؟ سؤاله يقول أين توجد أخفض نقطة وأعلى قمة في العالم؟ أعلى نقطة في الهملايا، نبي شعيب، قمة النبي شعيب. جبل النبي شعيب وين ذي؟ جبل النبي شعيب. إيه هذه في اليمن، اعلى قمه قمه النبي شعيب في اليمن، لكن عالميا الهملايا. الهملايا في لها اسم معين. فرست. فرست. ايش هي قمه؟ ايش قمه فرست؟ واخفض نقطه في موتة في الاردن. فين؟ في الاردن. في الاردن في ايش من مكان؟ في منطقه اسمها موتة. لا. لا. علميا وأثبتت أيضا، هي كانت دينية وأثبتت علميا. ما في في الأردن. هي في الأردن في مكان معين، إيش هذا المكان؟ عند البحر الميت. عند البحر الميت إجابة صحيحة. اسمع له تحية ما شاء الله، إجابة صحيحة. بس ركز، في حد قالك ولا من عندك؟ لا والله من عندك. لا لا عادي عادي، حتى حد قالك ماشي مشكلة. بس الآن الآن هنا أخينا، من اسمك؟ رمضان مبارك بقرنون. رمضان باقرون، من وين يا رمضان؟ من الحاوي. رمضان ما شاء الله، وشهر رمضان كريم. حياك. من الحاوي. من الحاوي. رمضان باقرون من الحاوي، واجابه صحيحه. اعلى قمه في الهملايا، في الجبال الهملايا، واسمها فرست. واخفض نقطه في البحر الميت. في البحر الميت في الاردن او ما بين الاردن وفلسطين، واجابه صحيحه مبدئيا. 10,000 لرمضان مبارك باقرون، اسمع له تحيه. 10,000 من شركه من اسمنت حضرموت. الآن طبعاً الأسئلة له، لكن ممكن يستعين بكم وتحصون أيضاً على مبلغ. طيب نبدأ مع رمضان باقرنون في تريم. السؤال تصاعدي الثاني ودقيقة واحدة نبدأ. سؤالك يقول، السؤال يقول بسيط هذا، أين يقع البحر الميت؟ هذه أخفض نقطة، أين تقع؟ في الأردن. معك دقيقة نثبت عليها نغير. في الأردن. تقع في الأردن. الأردن. خلاص نثبت على الجواب، ما بتغير. لا، ما بين شيء وشيء، ما مش وسط شيء، ما بين فلسطين والأردن. والأردن نثبت عليها هذه ولا بتستشير؟ لا ثبت عليها. خلاص نثبت عليها. في واحد مدري يقول مش عارف ايش نثبت. الوقت، ذكرونا بس بالوقت. الوقت باقي نص دقيقة معك، 15 ثانية. نثبت عليها. خلاص ولا نثبت؟ ثبت. قال نثبت على الجواب، والجواب قال في الأردن أو ما بين الأردن وفلسطين، والإجابة صحيحة. وعشرة ألف إضافية، واسمع له أيضا تحية. حصلت ما شاء الله. طبعا الجواب هذا كان بسيط، بس الآن ركز في باقي الأسئلة والوسائل أيضا جميعها معك. 10,000 أيضا من الشركة العربية لمني الإسمنت، راعي هذا البرنامج. كم الآن ما شاء الله؟ 20. حظك ما شاء الله يبارك. سؤالك الثالث يقول أين تقع قمة إفرست؟ الهملايا. أيوة الهملايا. هذه وين تقع؟ في أي دولة؟ بدأ العد. بدأ العد.
الوقت الآن يمضي وأنت الآن تفكر معك الجمهور. الجمهور استعين الجمهور. استعين خلال الدقيقة. تستعين من هو هذا عادي تكلمه. عادي. تتكلم. وين تقع؟ تعال. وين؟ في روسي. بس تستعين الآن بمن؟ بذا. هذا سمعته إيش قالك؟ قال في روسيا. أنت بتوين؟ في روسيا. في روسيا. وأنت؟ ما بين الهند والصين. والهند؟ ما بين الهند والصين. عاد حد ثاني بتشيره بسرعة قبل الوقت تخلص. نص دقيقة باقي. في واحد هنا. خلاص ما بين الهند. تفضل تعال اسرع شوية عشان الوجهة الكاميرا. تعال. هذه في نيبال. في؟ نيبال في أوروبا. إيش الدولة؟ عن ثبت الآن عليها. أنت الآن سمعت. باقي 10 ثواني ثبت على وحدة. روسيا ما إيش عارف إيش بسرعة ثبت قبل 10. ذا. بسرعة ثبت. روسيا. روسيا. انتهى الوقت. ثبت على روسيا. قال روسيا والإجابة خطأ. للأسف الإجابة خطأ. هذا انت أخذت استشارة هذا صح؟ تقول روسيا. ثبت عليها وانتهى الوقت. والإجابة صحيحة ما بين الصين والنيبال. في بعض الناس دخلوا جوجل أو عنده معلومة. عندك معلومة؟ معلومة عنده. معلومة كانت ممتاز لكن للأسف سقطت 10,000 ريال. ما عليك رمضان. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ معك دقيقة يبدأ. لا عفوا الجمهور الآن ما عاد فيه. الآن ممكن أنتوا تجيبوا وتحصل أنت على الإجابة إذا بتحول أو بتتصل بصديق. البحر الميت عندما قلب الأرض على لوط. السؤال ليش سمي البحر الميت؟ لا لأنه ما عنده ما فيها أسماك. ما أدري نثبت على هذه أو في ناس بيحلوا ممكن يحصل على 10. لأنه عاد مش فيها أسماك أصلا. كائنات حية مش. لأنه عاد كثير الملوحة. ثبت الوقت يمضي وثبت لي قبل ما ينتهي الوقت. لا ما تستشير. كثرة الملوحة في ما فيها أسماك كثير يعني. هذا رأي نثبت. ثبت. ما بتعطي الجمهور هذا الطيب. لا ما ما. لا. ثبت. ثبت. نثبت خلاص. ثبت. أنت إيش قلت ثبت عليها؟ كثرة الملوحة فيه. وبالتالي ميت أصبح. انتهى الآن وثبت أخيرا للأسف قال أنت قلت إيش أول في البداية؟ كثرة الملوحة. تقول كثرة الملوحة. ثبت هذه على هذه ثبتنا عليها صح؟ إيه. والجواب يا جمهور. الجواب خطأ. تعال الجواب خطأ. والجواب الصحيح أنت لا توجد في أحياء يعني. هو قال لك كثرة الملوحة لا توجد في أحياء. طبعا لشدة ملوحته ولأنه لا توجد به حياة للكائنات الحية وسطه وإجابة صحيحة و10,000 ريال. اسمع له أيضا تحية. نعطي له 10,000 ريال. جواب صحيح ما شاء الله وفكرت وخلك بس عندنا موجود. 10,000 ريال إضافية لأخينا رمضان مبارك باقر نون. اسمع له تحية رمضان ما شاء الله مركز معانا. كم الآن في رصيدك ما شاء الله؟ 30. كم؟ 30,000. 30-40 طاحت عليه. لماذا سمي جبل إفرست أو قمة إفرست بهذا الاسم؟ ضاعت الجمهور ده. تو من تبرع من الجمهور. تبرع من عند الجمهور. لأنك هل داري بالجواب ولا لا؟ لا ما داري بالجواب. وبالتالي تبرع. بدأ العد ونحول خلال دقيقة ما نجيب من الجمهور له 10,000 بسرعة جمهور. حد عنده شيء تعال بتجيب. نسبة العالم فرس. تعال اقدم شوية بس عشان إيش هو؟ نسبة العالم فرس. حد عنده جواب ثاني؟ هذا قال نسبة العالم اسمه؟ فرس. هذا جواب. في حد عنده جواب ثاني بسرعة قبل ما تخلص الدقيقة بسرعة. نثبت على حد من الجمهور. حد عنده جواب؟ تعال كيف حالك؟ تعال بس بسرعة قبل الوقت بس ما ينتهي. بس خلوا صاحبنا هذا الرسمي في الليل. نسبة المنطقة. نسبة المنطقة. منطقة إيش؟ اللي هي فين هي فرست فيها بين نيبال والصين. منطقة اسمها منطقة اسمها فرست. حد عنده شيء؟ حد عنده شيء؟ أخينا قلت إيش؟ نسبة العالم فرست. والإجابات صحيحة لأخينا اسمه؟ عبد القادر أحمد الحبشي. عبد القادر الحبشي. وإجابة صحيحة نسبة للعالم إفرست الذي اكتشف هذه القمة. من اكتشفها وأول من وصل لها واكتشف أنها أعلى قمة هو العالم إفرست. وإجابة صحيحة للأخ عبد القادر. عبد القادر أحمد الحبشي. أحمد الحبشي في تريم. من تريم كمان؟ من عيديد. من عيديد في تريم. و10,000 اسمع له تحية أيضا. اسمع له تحية. ألف مبروك عليكم. ألف مبروك عليكم. أيضا هدية رمضانية لك. نقول لك كل عام وأنت بخير من الشركة العربية من إسمنت وإسمنت العربية وإسمنت حضرموت. وألف مبروك عليك ورمضانك كريم. كل عام طيب.
حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى سباق الميدان، واليوم مع سباق ميداني وتنافسي آخر يجمع بين مرحلة الذكاء وأيضا مرحلة التنافس ومرحلة التحدي. اليوم نسجل هذا السباق الميداني هنا في منطقة دمون، ومعنا كالمعتاد أيضا فريقين طيلة البرنامج. الفريق الأول هنا وهو الفريق الأخضر، اسمع لهم تحية، تحية جمهور. والفريق الثاني المنافس هو الفريق الأحمر. الآن طبعاً قبل بدء المنافسة أولاً نعرف بأسماء المشاركين ثم نعود إلى التعريف باللعبة ومراحلها وجولاتها. أعضاء الفريق الأخضر: فايز خميس عمر أبو عبيد، عادل عمير مبارك صبيح، سالم عبيد بشير، عبد الله أحمد سعيد مبارك بشير. أعضاء الفريق الأحمر: رمضان عبيد سالم حمدون، عواد سالم عواد بالعجمة، فريق سعيد حمد سعد، محمد عاشور محروس. بالتوفيق للفريق الأخضر وبالتوفيق للفريق الأحمر. ومعنا هنا منسق هذه اللعبة والمسابقة هنا الحكم علي عوض ربيحان حامل الصافرة المحايدة، صفرة طبعا الصافرة واضحة، سيقوم بعملية التحكيم للجولات ومراحلها. طريقة السباق: أولا في هذا السباق الميداني معنا الجولة الأولى وفيها مرحلتين، مرحلة الذكاء يتوجب على كل اثنين من كل فريق نقل الكرات من هنا ويدور بالمنطقة الموجودة ذات العوائق ويوصل الكرات إلى السلة هنا الموجودة، هذه سلة الفريق الأخضر. وأيضا الفريق الأحمر ينافس في نفس المرحلة ويجمع كراتهم هنا بعد المرور إلى العوائق. واضح يا أخضر؟ واضح يا أحمر؟ واضح. المرحلة أو الجولة الثانية يتوجب على الفريق الأخضر والأحمر جمع الكرات بعملية التنطيط، طبعا سيتم ربط الأرجل وتعطى لهم أوعية لنقل الكرات. واضح بالنسبة لنا. نحسب الثلاثة جمهور: واحد اثنين، بسرعة حط الكرة وينطلق معك العوائق. أيوة حاول، طبعا كل واحد سيرا فوقه واحد، بعد إذا فلت الكرة يطرح الكرة معك العوائق والنقطة. يحاول الحكم احسب المخالفات وبسرعة، حاول تعجل تعجل، من يوصل أولا، من يجمع الكرة أولا بسرعة بسرعة، من يوصل الكرة أولا أولا أولا، يحاول يحاول بسرعة شيل الكرة الأخرى، عطي لهم الكرة الثانية بسرعة، الكرة الأخرى بسرعة، انطلق يواصل واصل واصل معهم. عجل يا أخضر، حاول تعجل أكثر بسرعة بسرعة. الأحمر يبدو أنه خالف 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 المنطقة البيضاء، ممنوع أن ممنوع إدخال الرجل في المنطقة البيضاء. الأخضر يحاول، انتبه للمنطقة يا حكم، ما تزال الكرة، يواصل بسرعة بسرعة، يلا الظهر حط لهم الكرة، يواصل بسرعة، حط الكرة الآن. الآن تبدأ مرحلة الظهر، يلا يواصلون بسرعة، تنطلق وتعجل بسرعة، يواصل الفريق الأخضر، استمر عجل يعجل، حاول معك العوائق هناك أيضا، حاول انتبه بس ركز. الفريق الأخضر يواصل يا أخضر، واصل حاول تواصل، واصل بسرعة يا أخضر. إيش فيك إيش فيك ليش ما وصل؟ ليش صاحبي؟ لا ما شمنه يا اخي، بنجر بنجر. الاحمر ممتاز كويس الان، واصل استمر يا اخضر، ممتاز الان، حاول يواصل الفريق الاخضر، يحاول مع الجوله، يحاول الفريق، انت ممتاز ما شاء الله، يواصل، حاول انت الان تتقدم الفريق الاحمر، انتبه للعايق بس ركز هنا ركز. الفريق الأحمر حاول ما ركز، حاول تعجل انتبه للعوائق الموجودة. ايش به صاحبك؟ صاحبي تعبان. ايش به تعبان؟ بنشر شوي، حاول يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يبدو أن الفريق الأخضر ما يزال يجمع أكثر الكرات حتى الآن، باقي كرة للفريق الأخضر وينتهي من جولة الذكاء الآن. واصل واصل، يواصل أحمر رغم المخالفة
لمنطقة العواي ويواصل. يواصل الفريق الأخضر، ركز يا أخضر عشان توصل. يواصل الأخضر، ممتاز الأخضر، ممتاز، واصل ما يزال. منطقة العوائق تعيق الفريقين من الوصول. لا الآن للرأس وصلت الكرة، يعود بسرعة بسرعة، ركز ركز في العايق هنا. ايش اشقحه؟ اي اشقحه بسرعة يا أخضر. ايش اللي حدث هناك للفريق الأخضر؟ الأخضر كان متقدم، يواصل، باقي عايق، باقي عايق واحد. من يصل؟ من يصل؟ من يصل؟ ما تزال المخالفة حتى الآن. الأخ إذن يوصل أولاً، إذن يوصل أولاً الفريق. اسمع تحية للفريق الأحمر. تعال الأخضر، كنتم متقدمين بفارق كرة كامل. هذا يا أخي معجورنا، هذا اللي جالون سوعن حاليالون هذا. بس كنتوا كويس. خلاص معادين على اللعبة سوعن. إيش الخطأ اللي والله الخطأ طبعا توازن ماشي. ليش ماشي؟ التوازن يعني ما... أنت ما شاء الله أنت أعرض وهو بالضبط. هذا يعني إذا ما حطيته ناس مين ما يتوازن سوا يعني. شخص صغيرة. انتهت الآن الجولة الأولى بمرحلة الكتف والظهر. الحكم علي ربحان، كم النتيجة حتى الآن؟ الآن النتيجة 1-0 لصالح الفريق الأحمر. الفريق الأحمر في هذه الجولة هو اللي فايز. إذن يحصل معنا الفريق الأحمر على 4 نقاط مقابل 0. اسمع تحية للفريق الجولة الثانية الآن بتبدأ. في الجولة الأولى الأحمر فاز 4-0 يا أخضر. الجولة الثانية الآن عادي الصلعة ما فيها مشكلة مرة. ما في شيء، ما في مشكلة. طيب الآن طريقة السباق هذه الجولة، ينطلق كل واحد من خط البداية هنا ومعه هذا الغطاء وتوضع عليه هذه الكرة، ينطلق بعملية النط والتنطيط وصولا إلى هناك السلة الموجودة، تجمع فيها الكرة وترجع وتسلم صاحبك الغطاء. واضح؟ واضح يا أخضر؟ واضحة. 1-2-3 حاول تحافظ على الكرة، وقفز العوايق. ممتاز ممتاز ممتاز. الأحمر يبدو أنه فاهم اللعبة كويس، يبدو أنه جرب. ممتاز، يحاول حاول أسرع أسرع، يحاول ويسلم لصاحبه. عادل عادل بسرعة، ارجع ارجع على السريع وتسلم لصاحبه. بسرعة بسرعة. العوايق، حاول بسرعة سلم صاحبه. حاول حاول، انتبه للعوايق، العوايق. انطلق 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 على السريع على السريع. ايوه بس حافظ على الكرة على... رجع وقوم على السريع. حاول، يبدو ان اعمارهم كبيرة. حاول، ايوه اقفز. ممتاز 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 ما شاء الله، يبدو انه يلعب سلة. واصل. يواصل. يواصل على السريع، يواصل. وهنا ايضا واحد واصل، كم اللي بعده؟ سلموا سلموا على السريع. الأحمر إذا وصل سيكون فائزاً بسرعة. ينطلق يا أخضر. اسمع تحية للفريق الأحمر. والله لعبة حلوة، وإن شاء الله يكون مستمتعين المشاهدين، ونحن نحمد الله على هذه النعمة. طيب
والله اللعبة كانت شوقة ويميلة. اللي كان مش كويس معكم؟ اللي كان مش كويس معنا الأخ فري هذا معه. كنت مش كويس ليش؟ لأن العاقل في السن وسمين. ما قدرت تجيب. ما قدرت تجيب. كيف كانت النتيجة؟ والله سقطت كثير أنت؟ أنا صراحة عاقل. تأخرت كثير. بالنسبة للجسم والثقل ما ساعد ما ساعدنا على الحظ. كيف الله يلعب الحمد لله وزي يشكر زياد حضرموت لهذه ال من اللي كان سبب عقدكم 8-0 هذه النتيجة؟ طب هذا صاحبي هذا يسأل ايش عن الجلش عن الجشر. لا هو هو هو. إذا انتهت جميع جولات السباق، الجولة الأولى بمرحلتيها الظهر والكتف، والجولة الثانية مرحلة العوائق. الحكم علي ربيحان والكلمة الفصل. في الجولة الأولى فاز الفريق الأحمر في على الفريق الأخضر بأربع نقاط مقابل لا شيء. أيضا في الجولة الثانية فاز الفريق الأحمر بأربع نقاط مقابل لا شيء للفريق الأخضر. النتيجة الإجمالية 8 نقاط للفريق الأحمر لا شيء للفريق الأخضر. أسمع أقوى تحية للفريق الأحمر. الفريق الأحمر قدم أداء ممتاز، الأخضر تأخروا كثيرا. قيمة الجائزة للفريق الفائز بالمرتبة الأولى من الشركة العربية اليمنية للإسمنت جائزة وقيمتها 30,000 ريال. اسمع لهم تحية أقوى يستاهلوا. سعيد بشغوان سلم الجائزة أيضا للفريق الأخضر. أنتوا قدمتوا بس يعني تحصلوا أقل شوي. الحمد لله رب عاد راضين وكل حاجة. الفريق الخاسر أو المرتبة الثانية يحصلوا على مبلغ أقل أيضا من الشركة العربية اليمنية للإسمنت والجائزة قيمتها 20,000 ريال. اسمع لهم تحية يعني. شكرا انتم لطيب المتابعه. من دمون نقلنا لكم هذا السباق الميداني، وفي امان الله تعالى وحفظه. الى اللقاء. حياكم الله، اهلا بكم الى فقره جديده من تسوق والحساب علينا من سعاد مول. متعه التسوق وازدحام التسوق ايضا وكثرة المنتجات الموجودة، ولكن أيضا هذا العام يأتي كل الفقرات ولكل الحلقات لتسوق والحساب علينا برعاية سعاد مول، ونحن أيضا نسعد بالتجول هنا ومع ازدحام المحل وأيضا توافد الزوار. نطرح تساؤل جديد مع حلقة جديدة ونشوف من هو سعيد الحظ أو صاحب الهمة في 30 ثانية أو السلل الموجودة. ونطرح الآن هذا التساؤل، نوع من أنواع الطيور إذا قلبنا أو عكسنا اسمه صار اسم مهنة لإحدى المهن. نوع من أنواع الطيور، تعرفي الطيور؟ طيور؟ آه كما الحمام وكما أيوه كما الحمام وكما البط وغيره. إذا عكسنا اسمه تحول اسم مهنة، يعني ناس يشتغلون بها كذا، إيش هذه المهنة؟ أو إيش هذا الاسم؟ الحيوان دي طير. طير هذا طير. الطير يقع محنة. إذا عكسناه صار مهنة. عكسناه. نوع من أنواع الطيور إذا عكسنا اسمه صار اسم مهنة. البط. البط يصير طب. البط. ليش؟ البط. بط. أيوه. كيف؟ يصير طب. صار طب. هذه قالت البط الطب. هل الطب مهنة؟ في حد معها جواب ثاني؟ صقر. صقر. الصقر. إذا عكسنا إيش بيكون؟ رقص. لا مش مهنة الرقص، هذه عبارة عن فنون بس. بط. بط. هذه كنت قالت البط. يكون طب. البط. الصقر أو جواب صحيح طبعا مع الأخت نرجع لها بس هي ثبت نشوف ثبتي ولا لا. الجواب طبعا صحيح. اللغز هو نوع من أنواع الطيور إذا عكسنا اسمه صار اسم صار طب. صار البط. صار مهنة، والمهنة هي الطب. الطب. والطائر هو البط. البط. وإجابة صحيحة، اسمع لها تحية ما شاء الله مبروك عليها. من الشقق في الشحر أجابت إجابة صحيحة واسم الطائر هو البط. البط إذا عكسنا اسمه صار طب. طب. والطب إحدى المهن. إجابة صحيحة من الأخت دعاء الجمحي. معاك إما نحاسب على معروف الخيارات، وخيارتها إما نحاسب على السلة، سلة المتسابق أو المتسابقة، أو كرات التسوق الموجودة طبعا معنا والكرات تتناقص يوما بعد يوم، هذه طبعا كرات التسوق، أو الخيار الثالث نعطيك 30 ثانية هناك تتسوقي باللي تريدين. والسلة. إما السلة أو كرات طبعا فيها مبالغ من 1,000 إلى 100,000.
أو السلة. 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 هذه السلة. خلاص نثبت عليها. خلاص ما بتغامري معانا 30 ثانية. البعض يطلع منها 51,000. ثبت على إيش يا دعاء؟ أنت وراي. نشيل الكرة. نشيل. أيوة. سلة. لا لا المهيدين اللي جبها تخلي نحن لك أكثر أكثر. تبعك أخواتك. أخواتك ولا؟ أختي ودي أختي. أختك هذه وهذه. التقيت اليوم في التسوق. لا جينا مرة. طيب الآن ثبتوا على إيش؟ يلا. تستشير بين أخواتها اليمنى واليسرى. بسرعة ثبتوا على إيش؟ السلة. خلاص؟ أيوة. تحسي إن السلة هذه يعني جاهزة؟ خلاص نثبت عليها. اذا دعاء الجمحي ثبتت على سله التسوق. يبدو انها تسوقت. تتوقعي كم بيطلع المبلغ؟ الله اعلم. والله ماني عارفه. انت جيت بتسوقي بكم اساسا؟ حق رمضان عادي يعني معي فلوس 50 كذا. اذا هي تسوقت بهذا ونشوف كم يطلع المبلغ. وبالاضافه ايضا بتدخل معنا في السحب على الجوائز الكبرى. اذا ننتقل مع دعاء الجمحي وهناك ايضا المحاسب. وصلت الأخت دعاء الجمحي هنا إلى المحاسب. وطبعاً كم توقعي المبلغ؟ يمكن أقل من 20. أقل من 20. المحاسب طبعاً واسمك الكريم؟ عمر. عمر سالمين. نشوف طبعاً كم يطلع الآن في مبلغ الأخت دعاء الجمحي. يستمر طبعاً الحساب الآن. يواصل ما شاء الله سلة محترمة هذه. 12,000 ما شاء الله يصعد المبلغ. كم حتى الآن؟ 13,000. تتوقع يوصل 20؟ أيوة. 13 حتى الآن أيضا؟ بدين وبيوصل. 19,700. 20,000. خلاص أصبحت السلة طبعا فارغة الآن. فارغة. طيب نشوف الإجمالي كم؟ 23,200 ريال. 23,200 ريال المبلغ طبعا الإجمالي هنا. 23,200 ريال كامل طبعا. خلاص مقدم طبعا من سعاد مول متعة التسوق. مبروك الأخت دعاء الجمحي. كل عام وانت بخير. وانت طيبة. كيف حظك الآن؟ تمام. أيوه. دعاء أيضا تدخلي معنا أيضا في السحب على الجوائز الكبرى. هذه طبعا قسيمة تسوق. تكتبي الاسم تحتفظي بالكوبون. تدخلي معنا إن شاء الله تاريخ 29 يونيو السحب. وهذه أيضا الفاتورة كامل بما فيها. تدخل معنا في السحب على الجوائز الكبرى. كل عام وانت بخير وانت طيبة وفي أمان الله وحفظه من سعاد مول. غدا إن شاء الله فقرة جديدة وزائر جديد متسوق جديد ولغز جديد ونشوف ما هو الحظ. في أمان الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لطيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج الميدان في ثالث عام من محافظة تعز. نختتم وإياكم جولة اليوم من الميدان. تقبلوا تحية طاقم الميدان من هنا من تعز. الختام ليس ما سأقوله الآن ولكن إلى لقاء في الحلقة القادمة. شكرا لكم لطيب المتابعة. في أمان الله تعالى وحفظه. إلى اللقاء. Thank you.